اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. امير توفيق في البيت الكبير الحقيقه، وزي ما وعدت حضراتكم من اسبوعين، ومش انا اللي وعدت الحقيقه، لانه كان هناك اتصال بيني وبين الكابتن امير ضيفي في حلقه اليوم، وهو قال لي لا، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي على الرغم من هو قليل الظهور تماما الحقيقه، تقريبا اكتر من سنه ولا سنه ونص كابتن سمير، كابتن امير لم يظهر، عشان سمير كاشف وداني عامل لي صداع، فكابتن امير لم يظهر في اي مكان، ولكن عشان خاطر جمهور النادي الاهلي النهارده هيكون معانا مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي النجم امير توفيق. ازيك امير؟ كابتن اسلام، اخبارك ايه حبيبي؟ وحشت الحمد لله اكتر والله. يعني سعيد جدا طبعا بتواجدك النهارده في البيت الكبير لاول مره، ده بيتك طبعا، يعني مش عايزين نقول لك ان انت ضيف ولا حاجه، ولكن سعداء جدا بوجودك معانا، ويعني لم تخلف وعدك. حبيبي انا اسعد طبعا، وشرف ليا، ويعني اول مره ابقى معاك في برنامج، فيعني ان شاء الله كده برنامج حلو وكله معلومات حصريه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كل جمهور النادي الاهلي ينتظر كلام كتير منك، لانه مهم جدا الكلام لما يطلع من مسؤول التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي، كلام مهم جدا، ولكن